السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نحن وإياكم في كلمة من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما ينجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فأعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى هو ذكر الله سبحانه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متحدثاً عن الذكر قال: الذكر للقلب كالماء للسمك، فانظر حال السمكة إذا خرجت من الماء، كذلك حال الإنسان إذا ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب الوابل الصيب وهو ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 80 فائدة في ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم قال: ولو لم يكن في الذكر إلا أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. ذكر قبلها أنه يزيل الهم والغم ويجلب الفرح والسرور ويطرد الشيطان ويقمعه ويخزيه، إلى أن قال: ولو لم يكن في الذكر إلا أن الله يذكرك في الملأ الأعلى لكفى بها. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمتى ما ذكرت ربك سبحانه وتعالى فاعلم علما يقينيا أن الله يذكرك. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. فلذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما استطعت في أبواب الذكر كلها، ومن أعظم أبواب الذكر هو قراءة القرآن، كما قال خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه قال: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فأعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به هو قراءتك لهذا القرآن. ونحن سنستقبل أياما فيها أنزل القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونحن في هذا الشهر معروف عند أهل العلم وعند السلف الصالح أنه شهر القراء، فالله الله بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءتك للقرآن. ومن العبادات التي هي من ذكر الله سبحانه وتعالى الاستغفار. هذا الاستغفار الذي غفل عنه كثير من الناس، ما حال النبي صلى الله عليه وسلم به؟ وما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ تارة يأمرنا بالاستغفار يقول: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يثني على أهله فيقول: والمستغفرين بالأسحار، وتارة يخبر أن الله يغفر لمن استغفره ولمن وقع في ذنبه. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا الاستغفار؟ اسمع رعاك الله، يقول كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. من هذا الذي يستغفر؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يستغفر. ما حالك مع الاستغفار؟ ما هو نصيبك في كل يوم؟ وأنت تعلم أن من العبادات العظيمة هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال: من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. وفي الحديث القدسي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لقمان الحكيم الذي سمى الله سبحانه وتعالى سورة باسمه في كتابه قال لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي، عود هذا اللسان رب اغفر لي وانت رايح وانت راجع وانت نازل وانت طالع. طيب ماذا بعدها؟ قال: فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا.
إذا أكثر وانطالع وانتازل الرب اغفر لي رب اغفر لي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في المجلس الواحد كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظن ظن أن ما نحن أصحاب ذنوب وخطايا، كلنا أصحاب ذنوب وخطايا. إذا ما المطلوب منا؟ أن نرجع ونرجع ونتوب. قال يا ابن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا اجعل من أورادك استغفارا لله سبحانه وتعالى كثيرا. اجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو نبراسك، وجاهد نفسك على هذه العبادة العظيمة، فإنها والله عبادة عظيمة. يقول فيها قتادة رحمه الله تعالى إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما الداء فالذنوب. لا يظن ظان أن ما في على أن فيه هناك ما من الناس ما من لا يقع في الذنب. ما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتونا توابا نساء إذا ذكر ذكر. إذا كل من على هذا الأرض يقع في الذنوب والخطايا، إذا نجعل لك من مما وقعت فيه استغفارا كثيرا، فإنه ينفعك في دنياك وينفعك في آخرتك. ولذلك قال إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما الداء فالذنوب وأما الدواء فالاستغفار. ويقول علي رضي الله تعالى عنه قال ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. إذا رأيت الإنسان يكثر من الاستغفار في ذهابه وإيابه فهذه علامة خير، والله إنها علامة خير. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهذه ذهبت بموته صلى الله عليه وسلم، وبقيت لنا الثانية وما كان الله ليعذبهم هم يستغفرون. فهل استغفرنا الله سبحانه وتعالى؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ إذن نحن بحاجة إلى هذه العبادة، فالله الله بها في مجيئك وذهابك. اسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة دائما وأبدا بأن يغفر لك ذنوبك. ومعنى المغفرة الاستغفار طلب المغفرة، وهو إيش؟ الوقاية من شر الذنوب مع سترها، هذا معنى الاستغفار. فالله الله بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم العبادات التي تتقرب فيها إلى الله. وأنت إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل واحدة منها تغرس لك نخلة في الجنة، نخلة في الجنة. سهلة؟ ما هي بسهلة. ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب. رجلان من الأنصار اختسما في نخلة، وأختم بالحديث به، في نخلة، فقال أحدهما إن قوام حائط يمر بنخلتك فأعطني النخلة لأقيم الحائط. قال لا أعطيك. فذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قوام حائط يمر بنخلة فلان فمره فليعطيني إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أعطيه النخلة. قال ما أعطيه. قال أعطيه النخلة بنخلة في الجنة. قال لا أعطيه. فبلغ ذلك إلى أبي الدحداح الخبر، وأبو الدحداح رضي الله تعالى عنه عنده بستان فيه 600 نخلة وبيت بئر. فذهب إليه قال أتبيعني النخلة بالبستان؟ بستان فيه 600 نخلة وبيت وبئر يبيعهم بنخلة. قال بعتك وأشهد عليه. ثم ذهب إلى ذلك الأنصاري قال دونك النخلة فخذها. فبلغ ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح، يعني مليء بالتمر، ثقيل مليء بالتمر. فذهب أبو الدحداح إلى زوجه فقالت يا أم الدحداح أخرجي من البستان فقد بعته بنخلة في الجنة. تظن المرأة تزعل إذا كانت مؤمنة إيمانا صادقا؟ فقالت ربح البيع، ربح البيع. فصار أبو الدحداح الآن من أهل الجنة، لأنه لا يمكن أن تكون له نخلة في الجنة وهو خارجا عنها. وأنت لا تحتاج أن تبيع شيئا من أملاكك، حرك هذا اللسان، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام وقال يا محمد أقرئ أمتك السلام
وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأين من يغرس لنفسه نخيلا في الجنة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا لكل خير، ويبلغنا وإياكم شهر رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه وذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.